دونك هذا العام ان شاء الله في سيتكوم ديال شهر رمضان المبارك كنلعب الدور ديال فاطمه. فاطمه اللي هي كما غادي نقولوا واحد لابون ديال كاع لي فامي وديال كاع الجيران اللي كاينين في حي البهجه. لي كوليس كيطراو هما بحال اي عام، يعني اي عام انا كيخصني نخلق الضجه شويه ونخلق نخلق البلبله، فهمتيني؟ لا انا ليلى الحديوي، لا منيا ماغوري، لا لا زهيره صديق، فضيله بن موسى، حنا شرينا تعارج، درنا على ليكيب تكنيك، جمعنا 10 درهم عند الواحد، جمعنا 6000 ريال، مشينا شرينا بهم تعارج، والله القاسم شرينا 5 تعارج و4 ديال البنادر، وكل نهار عندنا الرواج والضحك والنشاط، مره نجمعوا 6000 نديروا بها كاسكروط، مره نجمعوا 6000 نشريوا بها الغلاله من عين دياب، كل مره وشنو، فانا خلقه لهم واحد الجو في شكل داكشي ديال دارس وداكشي جبتو اليوم حتى لهنا. فهذا دور جديد، دور فيه مجهود اكثر لان شخصيه سكينه ماشي ما كانش فيها مجهود، ولكن كانت شخصيه اللي هي حدها قدها، يعني ما تقدرش تغوت، ما تقدرش تهضر، ما تقدرش تبدل الافور، هي كفي انها تاكل وتنعس وتبغي المصطفى. مي شخصيه فاطمه السيده اللي هي مطرقه، يعني كتجيب اللقمه ديال العيش ديالها بيديها، فامراه مكافحه كما كنسميها انا، ودور جديد اكيد. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.